وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ عبد الله الهتيد المدير الإقليمي لصحيفة عكاظ برياض. بعد تحية أستاذ عبد الله، طبعا تمشيا مع المقتضيات الأمنية الراهنة، وجه الملك المفدى بفرض تأشيرات دخول إلى مملكة البحرين بدءا بقطر التي تضررت البحرين كثيرا من سياساته الهدامة. كيف تقرأ هذا التوجيه وأثره على سير الأزمة الراهنة؟ مساكم الله بالخير. أولا أعتقد بأن هذا القرار الحكيم من جلالة الملك حمد هو حق سيادي لمملكة البحرين، حتى لا تتسرب خلايا قطرية إلى الداخل البحريني لزعزعة أمنها واستقرارها. طبعا خاصة وأنه لقطر سوابق في استهداف أمن البحرين وتحريض بعض الفئات في الداخل البحريني المدعومة إرهابيا ومن إيران، ويحاول هذا النظام دعمها للوقوف في وجه القيادة البحرينية وزعزعة أمن واستقرار الشعب البحريني. لا شك بأن القرار هذا ستتبعه بإذن الله قرارات مماثلة أيضا لحفظ أمن واستقرار مجلس التعاون الخليجي. نعم، طبعا جلالة الملك المفدى أكد خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء بأنه يتعذر على البحرين حضور أي قمة تحضرها قطر ما لم تصحح من نهجها وتعد إلى رشدها. في اعتقادك إلى متى سيستمر النظام القطري في السير على نهج عدم احترام المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون؟ أولا نقف احتراما لهذا القرار الحكيم الغير مستغرب من جلالة الملك حمد كأحد أركان الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا شك بأنه جاء كنتيجة حتمية لممارسات قطر. طبعا هي تصر على مواقفها الداعمة للإرهاب والإرهابيين. نلاحظ الآن أيضا أنها تستغل قنواتها الإعلامية وبخاصة الجزيرة وتستمر في الإساءة لرموز دول مجلس التعاون الخليجي، يعني وهذا معيب في حق قطر العاقلة. أما قطر اليوم التي تمارس هذه الإساءات فلا يستغرب منها. طبعا القرار أيضا هو قرار حكيم لأنه جاء أيضا للمحافظة على مجلس التعاون الخليجي متماسك طبعا، وهذا يتطلب مواقف حازمة بمثل ما اتخذه ملك البحرين الله يحفظه. النظام القطري يتعذر بحجج واهية منها الكرامة التي رماها في أحضان إيران وتركيا وبعض القوى الخارجية. هو يسوق أعذار واهية لكنه يستمر وللأسف الشديد في التعنت، أيضا في محاولة لتسويق أعذاره الواهية. ونحن نعلم كم تحمل الدول مجلس التعاون الخليجي هذا النظام بمآسيه في فترات سابقة، ولكنه أعتقد بأن مواقف مماثلة من المملكة أيضا ومن الإمارات بإذن الله تعالى ستصدر في خلال الأيام قريبة أيضا لنجم هذا النظام الذي يتخذ الفوضى مرتعا له مستقرا من الدوحة، يتخذ الإرهاب للأسف الشديد لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. نعم، من الرياض الأستاذ عبد الله الهتيد المدير الإقليمي لصحيفة عكاظ بالرياض، شكرا جزيلا لك.